قيمه الاهلي وقيمه قرارات الاهلي في التواصل مع الثقافات الاجنبيه. ريني فايلر المدير الفني السويسري لما مشي من النادي الاهلي، كابتن محمود الخطيب وهو بيحتفي بهذه الثلاثيه وهذا الانجاز الكبير مع يعقوب السعدي اهتم انه يشكر ريني فايلر ويشيد بانجازه. بيتسو موسيماني المدير الفني للاهلي اشاد بدور ريني فايلر. ديفيد سيزا المدرب المساعد مع ريني فايلر تحدث بامتنان عن تقدير الاهلي. خدوا بالكم ده مدرب سويسري مش موجود في مصر ومش شغال مع الاهلي. نسمعه. كيف تابعت من وجهة نظرك تصريحات سيد رئيس النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب في وقت تتويج النادي الاهلي ببطولة افريقيا، وهو يشكر مستر فايلر والطاقم المعاون له خلال الفترة الماضية على ما بذلوه خلال هذا المجهود؟ هذا شيء طيب جدا. نحن نعرف أن كابتن الخطيب له تاريخ عظيم في كرة القدم، ونحن سعداء بهذه الكلمات ونفخر بها. وأعتقد أنك ترى والكل يرى أن الأهلي نادي كبير، وخاصة في معرفة من يقدمون له الخدمات. هذا شيء طيب جدا أن أعرف أنه قال ذلك، وأنا بدوري أشكره على هذه الفرصة التي منحنا إياها في النادي الأهلي. ما الذي تقوله حيال الانتقادات التي تنال مروان محسن مهاجم فريق النادي الأهلي بين حين وآخر؟ مروان محسن لاعب دولي ولعب في كأس العالم في روسيا في الفريق الوطني المصري، وهو لاعب شديد الذكاء ويقوم ببذل مجهود كبير من أجل الفريق، ويلعب من أجل اللاعبين الآخرين، من أجل خلق الفرص للاعبين الآخرين، وهو دائما يتعرض للنقد ونحن نعرف هذا، ولكنه لاعب يلعب للفريق وهو لاعب محترف ودائما يلعب بشكل صحيح ويؤدي بمنتهى الإخلاص في التدريبات، بل ويسجل أهداف أيضا. أعتقد أنه ينطبق عليه ما ينطبق على باقي اللاعبين. ليس من السهل أن تلعب للنادي الأهلي. ربما يجب على مروان محسن أن يعمل باجتهاد أكثر ويسجل أهداف أكثر، ولكن هذا لا ينفي أبدا أنه لاعب عظيم وجيد ولاعب يلعب من أجل الفريق. صحيح. الأهلي ديفيد سيزا وهو برا دولاب العمل بيعكس احترام الأهلي له وتبادل هذا الاحترام وقيمة الأهلي. مهم جدا اللي قاله على مروان محسن، ودي رسالة يا جماعة، لاعبي الأهلي يحتاجون كل الدعم. مش عايزين التوجيه المستمر على طول، احنا عايزين زي ما يكون يعني سبب فشل حتى العلاقات الشخصية، ان كل واحد عايز يفصل العلاقة بمعياره هو، سواء كان مع خطيبته مع مراته مع ابنه مع بنته، والآن مع لاعبي الكره.